بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الحديث السادس من أحاديث باب في شأن إن أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب الكافي عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنا أنزلناه تفلجوا فوالله إنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله وإنها لسيدة دينكم وإنها لغاية علمنا يا معشر الشيعة خاصموا بحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فإنها لغلاة الأمر خاصة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر الحديث الشريف في هذا الحديث الشريف الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يستدل بسورة القدر وسورة الدخان لبيان علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام وكما ذكرنا فيما مضى فإن من أهم أسباب التفضيل هو العلم. قال الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفضل آدم على الملائكة علمه ما لم يعلمهم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة الى اخر الايات المباركات من سوره البقره والائمه من اهل البيت الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعلهم ائمه يهدون بامره فاصطفاهم وفضلهم على سائر الناس بالعلم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا ما اتفقت فيه الخاصة والعامة في أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام روت الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أقضاكم علي ومن المعلوم أن الأقضى يعني الاعرف بالقضاء والاحسن قضاء هذا يستلزم ان يكون اعلم لان الاحسن قضاء هو الذي يكون اعلم ويكون احسن تطبيقا لعلمه على المصادق الخارجيه وايضا قال صلى الله عليه واله انا مدينه العلم وعلي بابها وهناك أحاديث كثيرة في بيان علم أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وهكذا بالنسبة إلى الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لعل بعض الناس ينكرون النص يشككون في الأحاديث كما هو دأب البعض من مخالفي أهل البيت ومن النواصب كل فضيلة رويت لهم في حديث يحاولون انكارها اما بالتشكيك في السند، واما لو لم يتمكنوا من التشكيك في السند محاولة افراغ تلك الفضيلة من محتواها اما بإخراجها عن كونها فضيلة أو بإشراك الآخرين في تلك الفضيلة حتى لا تكون ميزة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتم الحجة للناس جميعا، وكما قال: قل فلله الحجة البالغة، الله سبحانه وتعالى يتم حجته على الناس. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بعد الأنبياء لا يكون للناس حجة على الله سبحانه وتعالى بعد أن أرسل محمدا صلى الله عليه وآله لا حجة لأحد سواء من المعاصرين للرسول صلى الله عليه وآله أو من الذين جاءوا من بعده الحجة تامة على الجميع أحاديث الرسول موجود بس إذا واحد يشكك في هذه الأحاديث أو يحاول تأويلها أو إشراك الغير فيها فالتاريخ موجود زين أيضا البعض يحاول التشكيك في التاريخ أو تأويله أيضا قبل السنة وقبل التاريخ القرآن الكريم ايضا موجود. القرآن شاهد على ذلك، ايضا البعض يحاول ان يؤول الايات القرآنيه، لان الله سبحانه وتعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله. ولكن بالاحتجاج يمكن إيقاف هؤلاء عند حدهم، وإذا كابروا فهذه مكابرة مقابل الحجة الواضحة، كما كان الكفار والمشركون يكابرون أمام الأنبياء حينما كانوا يرون المعجزات الباهرات، كانوا يقولون إنها سحر. فقولهم هذا يتم الحجة عليهم لأنهم يعلمونهم بأنه ليس بالسحر فدعاهم السحر معنى ذلك عنادهم ولذا الله سبحانه وتعالى حينما يلقيهم في نار جهنم يقال لهم أفسحر هذا هذا العذاب التي الذي تتعلمون بهذا به أيضا سحر المعنى ان ما كان يرونه من الايات كان واضحا وبديهيا، لكن كانوا يكابرون. زين الان في جهنم ايضا كابر يتمكن من ذلك. زين، بعد هذه المقدمه ناتي الى هذا الحديث الشريف. الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول: في الاحتجاج في علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام احتجوا على من خالفكم في أمرهم في علمهم في منزلتهم بسورة القدر وكذلك بسورة الدخان وإذا جاءوا بتأويلات باردة فناقشوهم في تأويلاتهم بالنسبة إلى السورة الأولى التي هي سورة القدر (إنا أنزلناه في ليلة القدر)، فيما مضى من الأحاديث فصلنا في ذلك كثيراً، لكن بشرط الاختصار نكرر ضمن جملات، ضمن جمل مختصرة ما ذكرناه فيما مضى. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الملائكة كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ينزلون على الرسول ويخبرونه بجميع تقديرات الله سبحانه وتعالى فالرسول صلى الله عليه واله كان يعلم بهذه التقديرات لان الايه تقول تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر يبلغون رسول الله صلى الله عليه واله بذلك وهذا يكشف عن ان الرسول واسطه في الفيض والا لماذا يبلغونه؟ لماذا الملائكة تنزل إلى الأرض بالتقديرات؟ الله سبحانه وتعالى يقدر والملائكة تنفذ أو هو ينفذ إذا شاء. لكن لماذا ينزلون بهذه التقديرات إلى الأرض ليخبروا بها رسوله محمدا صلى الله عليه واله. لماذا يخبرونه؟ لمجرد العلم كلا وانما مضافا الى العلم ليعلم بها رسول الله صلى الله عليه واله لانه واسطه في التنفيذ، واسطه في الفيض الالهي، والله سبحانه وتعالى شاء ان يكون واسطه، وهذا امر ليس بعجيب، لان الله سبحانه وتعالى في كثير من الامور شاء ان تكون هناك وسائط ولو كل الامور بيد الله سبحانه وتعالى والتقدير منه لكن شاء ان يكون ذلك التقدير والتنفيذ بيد بعض خلقه، الله سبحانه وتعالى بلغنا الشريعه ولكن بواسطه رسول الله محمد صلى الله عليه واله. الله قادر على ان يبلغ كل احد مباشره يوحي اليه مباشره لكن اختار واسطه في التشريع. الله سبحانه وتعالى قادر على ان يقبض روح كل انسان مباشرة، لكن يقول توفته رسلنا. يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن جعل وسائط في الرزق. الله سبحانه وتعالى هو المدبر لكن جعل وسائط في التدبير. زين هذا بالنسبة إلى زمان الرسول، بعد الرسول صلى الله عليه واله ماذا؟ الملائكة تنزل من كل أمر أو لا تنزل. الآن المسلمون متفقون على بقاء ليلة القدر. بعد رسول الله صلى الله عليه واله. وإن أراد البعض في صدر الإسلام إنكار ليلة القدر بعد رسول الله صلى الله عليه واله. لكن رأي لم يعتن به. زين فليلة القدر مستمرة. الملائكة في كل سنة في ليلة القدر تنزل بكل أمر. تنزل على من؟ على لا أحد، هذا لغو. تنزل على انسان من هو هذا الانسان؟ غير الائمه من اهل البيت اتفق المسلمون على ان الملائكه لا تنزل عليهم. يعني هل الملائكه تنزل على سلاطين بني اميه وبني العباس وبني عثمان او على الخلفاء او على العلماء او على الاتقياء او على غيرهم؟ كلا. وإنما الذي ادعي لهم نزول الملائكة عليهم في ليلة القدر هم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فقط. فإذا بهذا البرهان يثبت أن الملائكة تنزل عليهم لأن غيرهم اتفقت الأمة على عدم نزول الملائكة. أما بالنسبة إليهم إذا قلنا بأن الملائكة لا تنزل عليهم فتحدثهم فالآيه لا يكون لها معنى تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر وهذا ليس بالصحيح لان الله سبحانه وتعالى حكيم فاذا هذه الايه لها معنى بعد الرسول ايضا فلا بد ان نقول بنزولها عليهم لما ذكرنا من الاجماع على عدم نزول الملائكه على غير الائمه من اهل البيت وإذا قلنا لا تنزل على أحد فهذا من اللغو كما ذكرنا تفصيله فيما مضى. زين فإذا تنزل الملائكة على الأئمة من أهل البيت يخبرونهم بكل شيء، لأن الآية تقول: من كل أمر. يخبرونهم بجميع التقديرات. وبذلك يثبت أنهم أعلم من غيرهم. وإذا كانوا أعلم من غيرهم فهم الأحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه واله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يُهدى، الجاهل هذا ليس أحق بالاتباع، وإنما العالم أحق بالاتباع. والعالم الذي يعلم كل امر. كما في هذه الايه الشريفه. لذا الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول: فوالله انها لحجه الله تبارك وتعالى. هذه السوره يعني سوره القدر حجه الله باي معنى؟ بمعنى انه في زمان الرسول تثبت ان الرسول صلى الله عليه واله هو الذي يجب ان يتبع. وبعد الرسول تثبت على ان الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام هم الذين يجب ان يتبعوا، لانه اذا في زمان الرسول كان يصير خصام فالمرجع الى رسول الله صلى الله عليه واله وبعد الرسول اذا يصير خصام فالمرجع الى الامام الذي دل عليه كلام الرسول صلى الله عليه واله. فإذا فإنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه واله في الأئمة من أهل البيت. وإنها لسيدة دينكم يعني لسيدة حجج دينكم. الله سبحانه وتعالى جعل لدينه وطريقته الحجج الكثيرة. لكن بعض الحجج اقوى من بعض بعض الحجج اوضح من بعض وهذه السوره بدلالتها اوضح واقوى الحجج وانها لسيدة دينكم وانها لغايه علمنا كلمه الغايه كما في مقاييس اللغه لها معنيان يعني المعنى الأول وهو المعنى الأصلي لها: الراية، الراية تسمى الغاية، ولأنه في الحروب انتهاء الجيش إلى هذه الراية، فلذا نهاية كل شيء سمي غايةً أيضاً، فالغاية إما بمعنى الراية، وإما بمعنى النهاية. فإذا كانت بمعنى الراية وإنها لغاية علمنا، يعني الدالة على علمنا، لماذا؟ لأن الذي الله سبحانه وتعالى يخبره بكل أمر، فهذا أعلم من غيره كما هو واضح، فإذا كانت الغاية بمعنى العلامة، هذه السورة علامة علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. واذا كانت الغايه هنا بمعنى النهايه وانها لغايه علمنا يعني لنهايه علمنا بمعنى اننا نعلم كل شيء انزله الله سبحانه وتعالى طبعا كما ذكرنا فيما مضى علم الله لا نهايه له لان علم الله هو عين ذاته وذات الله غير محدوده فعلم الله غير محدود. لكن الله سبحانه وتعالى أخبر الناس ببعض معلوماته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. زين، أي علم أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض. هذا في ليلة القدر. يخبر به ولي الله سبحانه وتعالى. فنهاية علم الأئمة إلى أي مقدار؟ إلى المقدار الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في الأرض، يعني جميع ما أنزله الله يعلمون به، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي علم شاء أن يخبر خلقه أنزله على الأرض. والأئمة يعلمون به لأن الآية تقول: من كل أمر وإنه لغاية علمنا، يعني دليل على علمنا أو نهاية علمنا، لأنه كل أمر الله سبحانه وتعالى شاء أن يطلع عليه خلقه، ولذلك نحن نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعلمون جميع العلوم التي يعلمها البشر وأكثر من ذلك الله سبحانه وتعالى أخبرهم بذلك لماذا؟ حتى لا يكون لأحد فضل عليهم لأن العلم هو سبب التفضيل من جهة من الجهات يعني الآن نشوف مثلا في العصر الحاضر، العلم يتطور، الجامعات تتشعب، وبين فترة وأخرى يظهر علم جديد، وكل علم له مسائل كثيرة جدا، اكتشافات كثيرة، هذه العلوم البشرية، الله سبحانه وتعالى رزق الإنسان وسائل المعرفة، وعبر هذه الوسائل الإنسان يحصل العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، زين جميع العلوم البشرية التي وصلت إليها البشرية، وما ستصل إليها في المستقبل، هل الله سبحانه وتعالى عالم بها؟ نعم. الله سبحانه وتعالى عالم بها، لأنه لا معنى للجهل في ذات الله سبحانه وتعالى. زين إذا بشر من الناس في علم من العلوم توصل إلى نتيجة، وما أكثر الاكتشافات في العصر الحاضر. زين؟ صارت له معلومة. هل الله سبحانه وتعالى يعلم هذه المعلومة؟ نعم، الله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم بها. هل الله أخبر رسوله محمداً صلى الله عليه واله بذلك؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه لو لم يخبره الله سبحانه وتعالى بذلك، لكان هذا الإنسان اللي حصل على هذه المعلومة، لكان أفضل ولو في هذه المعلومة، لأنه هل يستوي الذين يعلمون؟ والذين لا يعلمون يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. والله سبحانه وتعالى ابى ان يكون احد افضل من رسوله ولو في مساله من المسائل وجزئيه من الجزئيات. وهكذا بالنسبه الى الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. الله يعلم فعلمهم ولا محظورة في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. واحد من الناس كان عنده ابن خبير في مسائل الكمبيوتر وكان يقول ابني في مسائل الكمبيوتر أعلم من الأنبياء زين وأعلم من الرسول صلى الله عليه وآله. هل هذا تفضيل له؟ ولو في هذا الجانب، نعم تفضيل له. بس بالنسبة النا احنا، انت اترك الأنبياء والأئمة. حينما يقال إن فلان له علم الطب، أما الفقيه الفلاني، المرجع الفلاني لا يعلم بالطب لأنه ما درس الطب. فهل في جانب العلم بالطب؟ ذاك الطبيب هو أفضل؟ نعم، في جانب العلم الطبي، ولذا تشوف نفس الفقيه عندما يصاب بمرض يراجع ذلك الطبيب. لماذا يراجعه؟ يقول لأن له علمًا ليس لي. زين، هسه بالنسبة إلى الناس العاديين، الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يعلمهم العلوم بطريقه غيبيه، كل واحد يروح في تخصص، ما في مشكله. وكل واحد في تخصصه يراجع الاخر. الطبيب في المسائل الشرعيه يراجع الفقيه، والفقيه في المسائل الطبيه يراجع الطبيب. وكلاهما في المسائل الهندسيه يراجعون المهندس. لا باس بذلك. لكن ان يكون الرسول صلى الله عليه واله أن يفضل عليه غيره في علم من العلوم وفي مسألة من المسائل، فهذا خلاف الحكمة، الجميع مأمورون باتباع الرسول في كل شيء، فلذا الله سبحانه وتعالى هو يعلم بكل شيء، ويعلم بكل العلوم التي وصل إليها البشر، والتي سيصل إليها، والتي لن يصل إليها. وفي قدرة الله سبحانه وتعالى، لا يوجد عجز في أن يعلم الرسول صلى الله عليه واله بذلك العلم، أو يعلم الأئمة عن طريق الرسول أو عن طريق تحديث الملائكة ذلك العلم. ليس الله سبحانه وتعالى عاجزاً عن ذلك. والحكمة تقتضي، والله سبحانه وتعالى أفعاله متطابقة للحكمة. فالله سبحانه وتعالى يعلم رسوله ويعلم الائمه كما انه عندما اراد يفضل ادم كما ذكرنا وعلم ادم الاسماء كلها يعني كل العلوم ثم عرضهم على الملائكه فتبين للملائكه افضلية ادم عليهم بسبب العلم ولان الله سبحانه وتعالى كان قد اصطفاه فاذا سورة انا انزلنا تدل على انه ليلة القدر على ان ليلة القدر مستمرة بعد رسول الله نزول الملائكة لا على احد هذا اللغو والله سبحانه وتعالى منزه عنه فلا بد ان ينزلوا على احد يخبروه غير الائمة من اهل البيت بعد الرسول بالاجماع الملائكة لا تحدثهم فينحصر الامر في الائمه من اهل البيت. فهم يعلمون كل علم انزله الله سبحانه وتعالى على هذه الدنيا. هذه بالنسبه الى سوره القدر. ثم بعد ذلك الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول: يا معشر الشيعه خاصموا ب حميم يعني سوره الدخان والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين الرسول صلى الله عليه واله انذر الناس زين الذين كانوا في مكه وفي المدينه الرسول كان ينذرهم بان يلقي في اسماعهم ما انزله الله سبحانه وتعالى عليه لكن الذين كانوا في مناطق اخرى كيف الرسول كان ينذرهم كان عن طريق الواسطه يعني الرسول كان يعين بعضا من اصحابه يذهبون ليذهبوا لتبليغ الدين والا صوت الرسول ما كان يصل بطريقه اعجازيه الى جميع الناس في الكره الارضيه، مع ان الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وان يعطي هذه المعجزه للرسول، لكن شاء ان يكون انذار الرسول لمن حوله بصوته ولسانه، وللذين هم في الاطراف في مدن اخرى، في قرى اخرى، عبر المبلغين الذين كان يرسلهم الرسول صلى الله عليه واله، وهذا هو ثابت في تاريخ المسلمين، أن الرسول صلى الله عليه واله كان يرسل إلى الناس جماعة يبلغوا الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالرسول كان يرسل مجموعه او مجموعه كانوا ياتون عند الرسول يتعلمون ثم الرسول يرسلهم الى قومهم. زين اذا الرسول بالنسبه الى الذين كانوا في عصره ولكن لم يكونوا في مكه او المدينه كان يرسل من ينذرهم، من يوصل انذار الرسول اليهم. هل يعقل بالنسبه الى الاجيال اللاحقه؟ التي تأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يعين منذرا لهم اللي عاصروا ويتمكنون يهاجرون إلى المدينة ليسمعوا إنذاره أو هو الرسول يتمكن من أن يذهب إليهم لينذرهم مباشرة بالنسبة إلى هؤلاء الرسول كان يعين واسطة لإيصال إنذاره إليهم فهل يعقل أن لا يفكر في الأمة من بعد رحيله، ولا يعين من يوصل إنذاره إليهم، مع هذا الاختلاف الشديد الذي حدث في الأمة، مع هذه الأحاديث الموضوعة الكثيرة التي وضعها الكذابون ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه واله، ومع هذا التأويل الباطل الذي أولوا به كثير من الآيات القرآنية فجعلوا الناسخ مكان المنسوخ والمنسوخ مكان الناسخ هذه الآية تقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة اللي هي ليلة القدر إنا كنا منذرين الإمام الباقر يقول فإنها لولا لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وللحديث تتم نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين